حتى حد في العالم ما يقدر يضرب النار في الجسد ديالو الا ويكون الاحساس بالحكره والعجز وصل الذروه. امي فاتحه المواطنه المغربيه التي راحت ضحيه الحكره من طرف رجال السلطه والقائد. امي فاتحه هي اللي استغلوها لحالتها الاجتماعيه ولفقرها، لان القايد بغى يحيد لها المصدر الوحيد باش كتجيب لقمه العيش وتخدم على بنتها الوحيده والاب ديالها. امي فاتحه هي اللي صفحها القايد امام الملأ وقال لها جمله جد قاسيه، قال لها انا غادي ندوز عليك بالسياره ديالي وغادي نجيب عليك 12 شاهد، في المقابل غادي تمشي انت غبره. بهذا الاسلوب امي فاتحه هي اللي حست بالظلم والحقره وشعلات النار في الجسد ديالها كان الحلها الوحيد، والناس امامها كما شفنا في الفيديو ما دارت شي حاجه بقات كتصورها، في حين لقينا الانسانيه في طفل صغير هو اللي كان كنحاول ينقذها. نعم يا ساده، احنا في القرن 21 ومازال كنشوفوا بحال هاد الحوادث كتوقع في بلادنا. متابعي بوابة مغاربة العالم ام 24 نزلنا للشارع باش نشوفوا رأي مغاربة بروكسل او نقولوا استياء مغاربة بروكسل على هذا الموضوع. تابعوا معنا هذا الميكرو تروتوار. يعني الظهيرة هي في قبم ديال المغرب، يعني مي فاتحة يعني صراحة تأسف غسطاش، ولكن من تقى يعني نشين كمسلمين يعني لا يجوز هذا المنايا وحرام غنسيد ربي العالمين، يعني وهذا القدر، ولكن يقصح منايا باش تعبضت، يعني باش تعبض يقصح منايا. ايه راي نشخ رقوية هذه غنخذي المغربي استغلان السلطان سن باش هذا حكا نخوذاني خا مدام غيني غتشمينو، يعني بالنسبه للحكرة تقصح والحكره يعني ماني ما تروحث، يعني الحكره سواء ذاني غدي المغرب يعني قد انترناسيونال، ونسي نتمنى ان شاء الله زي المغرب يعني العقوره تنود انا بالدرن، يعني الحكره غتنقص شويه او خصها تكسقع ونخصبها تنقصوها الحكره وان شاء الله خاخو منايني تراح تدريجيا شويه شويه، ولكن ان شاء الله منايا ويتعوض فهمت، يعني ما نجاب يقدر يأثر الأمهات مر المغرب. من طبيعة الحال الحقرة إلى الإنسان تحقر وسيغتو تحقر في حقه، من البديل أنه ما غاديش يلقى بديل كيفاش يرجع الحق ديالو، كيفاش غادي ياخذ الحق ديالو، غادي التفكير ديالو الوحيد يمشي هو أنه يوضع حد للحياة ديالو، لحقاش ما غاديش يلقى اللي يساندو، ما يلقاش اللي غادي يعاونو، وطبيعة الحال غادي يفكر في الانتحار ويفكر في طريقة اللي تأدي به الموت. في نظرك رجال السلطة والقياد في المغرب داك النفوذ اللي كيستغلوه؟ والله هذه الطمه الكبرى عندنا في البلاد، نتمنى ان صاحب الجلاله ينظر في هذه المساله هذه ويوضح حد لهاد الناس اللي يستغلوا السلطه للصالح ديالهم، لان كثير 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 بزاف من 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 الشعب المغربي اللي محقور بهذه المساله هذه، والناس ديال السلطه ياخذوا كل شيء الامور على الاعتبار، بالاخص خصهم يفكروا انهم يخدموا المصلحه ديال الشعب، هما يوليو كيخدموا المصالح ديالهم، وهذا هو الشيء اللي خلى شويه ديال الانهيار في الوسط الشعبي في المغرب. شي مره تعرضت في المغرب لشي موقف مع شي قائد ولا؟ ما تعرضتش مع القائد، ولكن تعرضت لواحد الموقف مع لا ديوان ديال المغرب. هو الموقف ديالي من ناحيه هذا الحدث هو ان اي مغربي يقدر يتعرض لهذا الشيء، غير هو هذا الشيء اللي في المغرب طاري راه بزاف وبزاف وبزاف. نقدر نقول لك انا واحد البيت الشعري اللي تيعبر وتيلخص هذا الشيء كله. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهج الزمان بغير جرم فان نطق الزمان لهجانا. هذا البيت كان طبقته على الناس اللي كانوا كيتفرجوا في امي حبيبه امي فاتحه عفوا كتحرق وهما كيصوروا بالهاتف المحمول. هذا الشيء زعما بزاف بزاف بزاف. الانسان اللي كان تيصور علاش ما ينقذ السيده؟ هذا هو المشكل اللي كاين. هو عمل لا انساني. لا انساني ولا طبيعي، هذا هو المشكل. هذا هو بغيت نسولك واش عمرك تعرضتي للحكره من طرف رجال السلطه ولا القائد في المغرب؟ هذا سؤال صعيب، ولكن الجواب ديالو
اش غادي نقول لك؟ هو ان الحقره كاينه كاينه، ولكن كاين الناس مزيانين. هذا هو غير طريقه التصرف وطريقه كيفاش تتعامل معه. حتى رجال الامن تما تيقوموا بواحد وتيطيحوا على ديكا اللي واعرين. هذاك الشاش دابا الواحد تيتصرف بشي تصرف خايب لانه تيطيح. ولكن ماشي لهذه الدرجه انك تحقر على سيده يعني فقيره والحاله الاجتماعيه وتحقر عليها بهذا الاسلوب، فليس لهم عذر بالنسبه لي. من طبيعه الحال انت نساندك في الفكره، ولكن راه حتى العامل الاسلامي والعامل التربوي والعامل الديني راه ما تيخليكش انك صافي تفقدي الدنيا وتقولي صافي راه سالات. لان الاسلام ديالنا راه تيحرم بعدك انتحار. وتنقدر الموقف ديال السيده اللي تعرضت لهذا الموقف بان لا شعور ديالها هو اللي خدم هو اللي، ولكن اش نقول لك؟ رحمها الله وشكرا لك. ان الله ونجاح.